وبعد عباد الله، نقف بحول الله وقوته مع آيات عظيمة من سورة عظيمة وقصة عظيمة، ألا وهي سورة لقمان، وفيها ذكر لقمان الحكيم الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني حميد. يذكر الله سبحانه وتعالى ما من به على هذا العبد الصالح على أصح أقوال المفسرين، الذي جاء في كثير من الروايات من السلف الصالح أنه من الحبشة، وأنه كان أسود اللون عظيم الشفتين مشقق القدمين، حتى قال له بعض الناس وهو في مجلس من مجالس بني إسرائيل يعظ الناس ويسألونه ويأخذون من علمه وحكمته، قال: ألم تكن راعيا؟ أولم تكن كذا وكذا؟ فما بلغ بك ما أرى؟ قال: الصمت وترك ما لا يعنيني وترك كثرة الكلام، أو كما قال رضي الله عنه. فقص الله سبحانه وتعالى هذه القصة، ووصف الله هذا العبد بالحكمة التي هي العلم الصالح والعمل النافع والنور ووضع الأمور في أنصبتها وأماكنها، حتى يستفيد المؤمنون من هذه القصة. وهذه القصة عباد الله تصلح منهجاً متكاملاً للتربية، ففيها فضل هذا المربي الذي هو ركن من أركان التربية، وهو لقمان الحكيم رضي الله عنه. فوصف الله هذا المربي بالصفات التي يحتاجها من يؤهل الأجيال، ومن يعلمها، ومن يعدها للمستقبل ولرفع راية الأمة. وصف الله هذا المربي بأنه الحكيم، ثم ذكر هذا المربي الحكيم منهجا للتربية ذكره لابنه وهو يعظه، أي وهو يوصيه. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي، إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الآيات التي هي من كلام هذا الرجل الحكيم، أولاً فيها توزيع الحقوق وفيها بيان الحقوق، فبين له حق الله وبين له حق الوالدين، وبدأ له بأولى هذه الحقوق حق الله سبحانه وتعالى، ثم بأولى الحقوق من حقوق العباد أن يأتيه وهو حق الوالدين، لأنه في حالة الصغر وفي حالة البناء، وهو يحتاج إلى وضع اللبنات الأساسية حتى يخرج على تربية صحيحة. ثم بين له كيف يتعامل مع هذين الوالدين، وكيف يتعامل مع الناس، أنه لا يطيع والديه إن أشركا بالله وإن جاهداه وعالجاه حتى يترك الدين الحق دين الإسلام، فلا يطيعهما
ولكن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ويصاحب ويماشي المؤمنين، واتبع سبيل من أناب إليه، ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم قال له وبين له أولى الحقوق التي هي من حقوق نفسه أن يقومها وأن يأتي بها: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ثم بين له: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يريد هذا الرجل الحكيم أن يغرس فيه مراقبة الله تبارك وتعالى، وأن لا يخاف من العصا، وأن لا يكون تربية العصا، وإنما يخاف ربه تبارك وتعالى الذي أوصاه بحقه في أول الكلام، وأن الله سبحانه وتعالى سوف يحاسبه على هذه الأعمال التي في الدنيا وإن دقت وصغرت. ثم قال له ولا تصعر خدك للناس، وهذا في معاملة الخلق ألا يتكبر عليهم، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك أي لا يكون بطيئا وألا يكون سريعا، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه قراءة عامة في هذه المواعظ والوصايا العظيمة التي يجب أن تكون منهجا للتربية. أول ما أوصى به ابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، وفي هذا الرفق بالولد، وأن يظهر الناصح والواعظ شفقته على المنصوح والموعوظ. صغر له هذا اللفظ الذي يدل على محبته له، قال: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ولما نزلت هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: شقت هذه الآية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ لأن الله قال في الآية: إن الشرك لظلم عظيم. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شقت هذه الآية، وليست آية لقمان، شقت آية الأنعام على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس إلى الذي تذهبون، وإنما هو قول الله تبارك وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. قال العلامة ابن كثير وغيره من المفسرين: لأنه مساواة للخالق الكامل في الصفات، الذي يربي بنعمه، والذي يكلأ بحفظه، والذي يدبر الأمور ويصرفها، والذي يحفظ العبد، والذي يدله على طريق الحق والهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يساوى هذا الخالق بعبد ضعيف مربوب مخلوق محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملك في أمر السماوات والأرض شيئا، ولا يصرف مع الباري تبارك وتعالى شيئا. ولذا قال الله سبحانه وتعالى لما عبد النصارى عيسى عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات، ثم انظر أنى يؤفكون: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. فالذي يأكل والذي يحتاج إلى غيره لا يستحق أن تصرف له العبادة، والذي لا يملك النفع والضر لا يستحق أن تصرف له العبادة. قال الله سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن
كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله، أي أن الله يكفيني. قل حسبي الله لا إله إلا هو، عليه يتوكل المتوكلون. وقال الله سبحانه وتعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها، أي أن الله سبحانه وتعالى أمسك السماوات أن تقع على الأرض من غير عمد، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي حتى لا تضطرب وتختلط، ألقى فيها وخلق فيها هذه الجبال حتى لا تضطرب الأرض، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وبث فيها من كل دابة من صنوف الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان، ومن صنوف الدواب التي ينتفع منها الإنسان، من لحومها ومن شحومها ومن ألبانها ومن صوفها ومن شعرها ومن جلودها يستفيد منها الإنسان، ويأكل ويتقي حر الشمس والبرد، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة الكثيرة. وبث فيها من كل دابة، وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات، وأنزل من السماء ماء فأخرجنا فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله، الأرض، السماوات، الجبال، البشر، البحار، الأنهار، الأودية، السهول، الصخور، هذا خلق الله. فأروني للتحدي، ماذا خلق الذين من دونه؟ كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. لأنه يعطي حق الباري الذي أنعم عليه بهذه النعم العظيمة للمخلوق الضعيف الذي لا يستحق شيئا مع الله. وهذا أول وأهم الوصايا، وهي وصية الله لجميع الأنبياء، وبهذا جاءت الرسل والأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه القضية هي قضية أساس، وهي قضية الرسل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي هو عند أحمد في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ولما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى أن يعلقوا هذه القلوب بالله تبارك وتعالى، أن لا يدعوا مع الله أحدا، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، وأن لا يعتقدوا في غير الله سبحانه وتعالى أنه يعلم الغيب، أو أنه يهب الذرية، أو أنه يتصرف في الكون، أو أنه يخلق مع الله، كما هي عقائد موجودة اليوم. وللأسف الشديد ظهر قبل أيام على قناة مشهورة في السودان رجل كان وزيرا للأوقاف في هذه البلاد، يدعو إلى أن يلغى أو تلغى الدروس التي تبين حق الله وتنقي الإسلام من الشوائب التي توجد في كتاب الصف الثالث الثانوي، يدعو إلى أن تزال هذه الصفحات من هذا المنهج. ألا يخاف الله؟
ألا يتقي الله سبحانه وتعالى؟ أتريد ومجرد صفحات ثلاث أو أربع صفحات وهذه وصايا الأنبياء والصالحون أن يوصى وأن يوصى بالتوحيد؟ قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. نوح عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. لماذا لا تعظمون الله؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. هذه دعوة الأنبياء والصالحون. قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا؟ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى آخر الآيات. معظم القرآن في تقرير حق الله. إنسان يأتي ويقول أنه يجب أن تحذف هذه الصفحات؟ ألا يخشى الله سبحانه وتعالى الذي خلقه؟ ولكن لأنه ينتمي إلى منهج معين يعتقد فيه أصحاب هذا المنهج أن الولي يتصرف في الكون ويملك الأمر وينزل الأمطار وأنه يدعى مع الله وأنه يستغاث به وأنه يصرف شؤون العباد كما جاء في كتاب سراج السالكين بإشراف المجلس القومي للذكر والذاكرين الصفحة 114 زعموا فيه أن أولياء الله الكمن ثمانية أربعة باليمن وأربعة بالسودان. قال: ومنهم الشيخ الطيب والدلبشير وقد ملكه الله الكون 33 عاما فلم ينقص منه جناح بعوضة. لأنه ينتمي إلى هذا المنهج الذي يقول فيه قائلهم مصطفى عركينا مع ودعلي المكروم وتت الفلات القلب العود مفهوم أن شيخه خلق من الشجرة بني آدم وهذا هو عبد الرحيم المرعي وكتابه موجود الآن في الدار السودانية للكتب. ألا يخشون الله؟ أفي الله شك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين. لماذا هذا العبث وهذا اللعب؟ أول الوصايا الوصايا بحق الله. إن الشرك لظلم عظيم. ولذا قال له: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل. قال العلماء: لأن الحبة وإن وضعت في الكف فلا وزن لها فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن، أي ضعفاً على ضعف، وحمله وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك. فقرن الله سبحانه وتعالى حق الوالد بحقه، إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا يدل على أن حق الوالد عظيم وأن حقه كبير، ومع هذا الحق العظيم الكبير إلا أن الوالد إذا جاهدك على أن تشرك بالله فلا تعصه، وكذلك في جميع المعاصي. وهذا أيضا من منهج التربية، أن الوالد إذا كان يواقع معصية معينة كأن يشرب الدخان أو غير ذلك من المعاصي فلا يرسل ولده ليشتري له ما يعصي به الله. وهذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أنه لما أسلم جاءته أمه فقالت: ما هذا الذي أحدثته يا سعد؟ والله لتتركن دين محمد أو لأدعن الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي. فقال: يا أماه، إني لست بتارك دينه. قالت: فتركت الطعام يوما وليلة حتى أصابها الجهد الشديد. قالت: ثم تركته يوما وليلة، فلما اشتد عليها ذلك جاءها سعد رضي الله عنه فقال: يا أماه، لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا لما تركت هذا الدين ولا قيد أنمل، أو كما قال رضي الله عنه. فأقر الله سبحانه وتعالى هذا الثبات من سعد رضي الله عنه ومن عدم تركه للدين الصحيح. ولكن الله سبحانه وتعالى وجه المؤمنين أن يخاطبوا آباءهم بالتي هي أحسن. انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو يخاطب أباه الذي كان رأساً من رؤوس الكفر: يا أبتي لما تعبد؟ يا أبتي، هذا خطاب فيه الرحمة وفيه الاحترام والتوقير. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر الآيات. فكان خطابه هذا الخطاب الذي بلغ في الأدب وفي الرحمة وفي الحكمة عليه الصلاة والسلام. ثم كان من هذه الوصايا الوصية بالصلاة، أن يأتي الإنسان بفرائضها وأن يأتي بسننها وآدابها. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. والصلاة تعين على بقية العبادات، ولذا ذكرها أولا فقال: يا بني أقم الصلاة، ثم قال له: وأمر بالمعروف، أي بالطاعة، وانهى عن المنكر، ما رأيت من منكر فانهى عنه بيدك، إن كانت لك السلطة أو كانت في سلطانك من رئيس أو وزير أو والد في بيت كانت له سلطة فيغير المنكر بيده، وإن لم تكن له سلطة فيغير بلسانه ما استطاع، وإن لم يستطع ذلك فينكر بقلبه، ولا حرج عليه إن شاء الله. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إذا أمرت إنسان بمعروف أو نهيته عن منكر لابد أن تجد في المقابل من الاستهزاء ومن الأذية، فقال له: واصبر على ما أصابك. وهذا من حسن التعامل لمن ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، إن ذلك من عزم الأمور. الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور. وقيل: الصبر على أذية الناس بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس، قال العلماء
والصعر داء يصيب الإبل في أعناقها وفي رؤوسها، فتعرض أو فتلتوي رؤوسها عن أعناقها. وهكذا الإنسان المتكبر إذا تكلم مع الناس كلمهم بجانبه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم مع أحد أقبل إليه بجميع جسده ثم يخاطبه عليه الصلاة والسلام: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فهذه الآيات عباد الله تصبح منهجا نربي عليها أبناءنا ونربي عليها أجيالنا، ونبسط هذه الآيات حتى يفهمها هذا الجيل فيتشبع من قيم الإسلام ومن قيم التوحيد والمراقبة لله سبحانه وتعالى، فيخرج جيلا صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وأن يكون جيلا قدوة يفعل الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا ويسرتها وعندنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا، اللهم ول علينا خيارنا، اللهم وسخر لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم أنزل علينا الرخاء، اللهم وابسط الأمن في بلادنا يا رب العالمين، اللهم وسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين، اللهم وسع أرزاقنا يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أنزل علينا رحمتك يا رب العالمين. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.